سيرفر ويدي انفورميشن. هنعمل ستوب عليه شويه على اساس ان دي كانت محاضره الاونلاين. انا عايزه اقول ان دي كانت محاضره الاونلاين الوحيده. ليه بقى؟ لان تاني محاضره كانت هنا في الكليه بعدها. يلا خش. سجلناها وفي نفس الوقت برضه ايه؟ طب يعني عشان انتوا قريبين من بعض يا ريت نلبس Thank you.
قلنا ان الليرنر انرجي دي بعتبرها ستيت فانكشن، وعرفنا الستيت فانكشن هو عباره عن الكوانتيتي اللي بتعتمد على القيمه بتاعتها ذا فاليو اوف ذا ستيت فانكشن ديبندس اون ذا بريزنت ستيت اوف ذا سيستم اند نوت باي ذا واي ذيس ستيت از ابروتش. قبل ما نعرف الستيت فانكشن هنقول ايه هو السيستم، فبنقول ان في التفاعلات الكيميائيه هعتبر ان كل الرياكتنت والبرودكتس مع بعض دول بيمثلوا لي سيستم. يبقى السيستم سراوند خلاص. يبقى انا عندي في التفاعلات الكيميائيه في حاجتين، سيستم وسراوند. السيستم هنعتبره في التفاعلات الكيميائيه هو عباره عن الرياكتنتس زائد البرودكتس، يبقى الرياكتنتس والبرودكتس دول هنسميهم سيستم. Anything else اي حاجه خارج النطاق ده هنقول عليها سراوند. زي ايه؟ زي المعمل اللي بدرس فيه التجربه، زي الاناء اللي بدرس فيه التجربه. طبعا انت اشتغلتوا عملي وخدتوا وبداتوا بالفلتريشن بالمعايره مش كده؟ فمثلا انت بتعمل المعايره في ايه؟ زي كل كارفلاس كده. الرياكتنت والبرودكت اللي جوه دول هسميهم سيستم. اي حاجه خارج بقى، ايه اللي خارج الكوميكال فلاسك ده؟ الكوميكال فلاسك نفسه وسط محيط بالرياكتنت والبرودكت. اللاب، المعمل اللي فيه التفاعل، المبنى اللي فيه المعمل وهكذا، كل ده هطلق عليه ايه؟ السيراميك. خلاص؟ طيب. يبقى لو انا افترضت هنا ده عندي سيستم وده سراوندي، فلو الطاقة انتقلت عندي من السراوندي للسيستم، لو الطاقة انتقلت من السراوندي للسيستم هلاقي ان الدلتا اي، الدلتا اي عبارة عن ايه؟ اي فاينل ناقص اي انيشال. هلاقي ان الدلتا اي دي اللي هو التغير في الطاقة بإشارة ايه؟ أكبر. يبقى هنا لو انتقلت يبقى دلتا اي أكبر من الصفر، وبالتالي التفاعل بنقول عليه ايه؟ رياكشن. طيب لو حصل العكس، بمعنى ان الطاقه انتقلت من السيستم للسراوند، يبقى دلتا اي اصغر من الصفر، يبقى في الحاله دي التفاعل بتاعي ايه؟ اكسوثيرميك رياكشن. يبقى معنى الكلام ده ايه؟ ان الطاقه اللي عندي طبقا لقانون بقاء الطاقه لا تفتى ولا تستخدم في العمل. انما الطاقه دي بتروح فين؟ الترانسفير اللي بتيجي بسيستم. خلاص؟ ده قانون بقاء الطاقه. فيرست لو اوف ثيرموداينامك خطوه خطوه بعد قانون بقاء الطاقه، لان دلتا اي ذا تشينج ان الثيرمال انرجي. يبقى أول حاجة ناخدها عدد زاد كده يا جماعة، ويعني يا ريت دلتا اي تساوي في مو زائد دبليو. يبقى فيرست لو اوف ثيرموداينامك ستيتس ذات ذا تشينج ان انترنال انرجي ايكوال تو ذا سم اوف كيو، وير كيو ذا هيت ابزوربد اور ريليزد فروم ذا سيستم اند ذا وورك ويتش از دان اون ذا سيستم اور باي اي. معنى الكلام ده ايه؟ ان انا لو عندي نفس الرسمه دي كده بس هنا
اصبح عندي التغير في الطاقه الداخليه. انا كنت الاول بقول هو عباره عن ايه؟ فاينل قصدي انرجي. لكن فيرست لو اوف ثيرموداينامك خطا خطوه بعد قانون بقاء الطاقه في ان التغير في الطاقه الداخليه هو عباره عن جزئين، عباره عن حراره وشغل. خلاص؟ طيب لو التغير بتاعي ده، لو انا افترضت مثلا ان النظام بتاعي اللي هو السيستم كده انقص حراره، يبقى كيو في الحاله دي اشارتها مجبه. السيستم طلعت منه حراره يبقى كيو اشارتها سالبه. طيب لو الشغل اتبذل من السراوندنج على السيستم برضه موجب. يعني اي حاجه خدوها قاعده، اي حاجه بتدخل على النظام زي كده، احنا قاعدين كده وفي طالب دخل علينا، هيزودنا ولا ينقصنا؟ زودنا. دي يعني الاشاره تبقى زائد. خلاص؟ اي حاجه بقى بتخرج من النظام بتخلي الاشاره ايه؟ سالبه. يبقى هنا دبليو اشارتها ايه؟ سالبه. عشان كده بنقول ايه؟ ان ابلاينج ذا فيرست لو اوف ثيرموداينامك في تطبيق القانون الاول للديناميكا الحراريه، ذا تشينج ان انترنال انرجي تشينج، التغير في الطاقة الداخلية هيتغير بناء على ايه؟ as the heat absorbed or released as the work is done on the system or by the system. وعرفنا ايه هي الكلمات اللي ممكن تيجي في المسألة، تعرفني ان الكلمات موجبة، ان هو يقول لي التفاعل اندوثيرمي، او يقول لي the system absorbed، أو the system gains اكتسب حرارة. دي أنا حطها لكم في جدول موجود في المحاضرة. خلاص؟ طيب يو لو سالبة بقى بيقول إيه؟ heat release the reaction is exclusive the system loses. loses يعني إيه؟ فقط. يبقى كل ده بيعرفني الموجب إيه؟ الإشارة حطها موجبة ولا سالبة. ولما أجي بقى طبع دلتا إي تساوي يو تساوي دبليو، احنا لازم ننسى. لما بتيجي تطبق القانون الاول للديناميكا الحراريه، خلاص؟ ويقول لك التفاعل اندوثيرمك ولا اكسوثيرمك، بحدد بناء على اشاره الكيو مش على بتاعتك. مثلا انت حد يعرف الشباك اللي ورا ده؟ تصوير. عشان في مسائل يعني بيقول لك قول التفاعل ده اندوثيرمك ولا اكسوثيرمك، فاحنا في تطبيق القانون الاول للديناميكا الحراريه بنحدد التفاعل اندو ولا اكسو بناء على اشاره الكيو مش على اشاره الثاني. عشان في ناس قالوا ان المسائل طلعت معاهم ايه؟ الاجابات مختلفه، فنخلي بالنا من الموضوع ده. دبليو بقى امتى يطلع موجب وامتى يطلع سالب؟ قلنا الكلام ده بنعرفه لما بناخد البي في وور. طبعا كل المسائل اللي على الفيرست لو اوف ثيرموداينامك بتبقى مباشره، يعني بيجي لك الكيو والدبليو عايز دلتا اي، بس انت لازم تحدد الاشارات بتاعه الكيو والدبليو. A common type of work, a
common type of work as through gas expansion or gas contraction is often called BVO. يبقى هو عبارة عن الشوك اللي بيبذل نتيجة لعملية التمدد أو الانكماش اللي بتحصل أثناء التفاعل. طيب طبعا مش هدخل في تفاصيل شرح البي في وورك لان دي محاضرة اتشرحت، لكن هنقول ان احنا استنتجنا في الاخر ان ال W بتساوي ناقص V دلتا V، وهنا قلنا ان الاشارة دي اساسية في المعادلة بتاعتي. علشان ايه؟ علشان ال W ودلتا V اشاراتهم عكس بعض، بمعنى ان هو لو حصل عندي اكسبانشن يعني الحجم زاد في التفاعل، الغاز اتمدد فالحجم زاد، يبقى دي اشارتها ايه؟ موجبه. خلاص؟ بالراحه. دبليو لو حصل اكسبانشن تمدد للغاز، خلاص لما الغاز يتمدد يبقى معنى كده لما يحصل تمدد للغاز الحجم بتاعي مثلا كان V1 اصبح V2. خلاص؟ طيب دلتا V بتساوي V2 ناقص V1. كون ان الغاز بتاعي يحصل له تمدد والحجم يزيد يبقى الشغل اتبذل من السيستم على السراوند، يبقى بالتالي الدبليو لازم اشارتها تبقى ايه؟ سالبه، لان الشغل منين لفين؟ الرسمه اللي خدناها من شويه من السيستم للسراوند. يبقى كلمه اكسبانشن تخلي لي اشاره الدبليو سالبه، يبقى عكسها كونتراكشن يبقى الاشاره بتاعت الدبليو ايه؟ موجبه. خلاص؟ طيب انا في الشرح بتاعي نعم انا مش فاهم، بس ليه لما بيحصل اكسبانشن يفضل البريشر كونتراكشن؟ يفضل البريشر ايه؟ ثابت. عشان انا مثبته الضغط، عشان انا بعمل الكلام ده تحت ضغط ثابت. يعني مش المفروض لما يحصل تمدد الضغط عليه انا ثبتت الضغط، الضغط هنا ثابت كونستانت بريشر، البي في وورك ده البريشر عندي ثابت. خلاص؟ طيب هنا بقول لو الحجم زاد يعني في 2 اكبر من في 1 يعني دلتا في اشارتها ايه؟ موجبه. طيب وانا بقول في عمليه الاكسبانشن لازم الدم يطلع اشارته ايه؟ سالب. يبقى عشان الدبليو يطلع اشارته سالب لازم احط اشاره سالبه في الايكويشن. طيب في حاله الكونتراكشن قلنا في الجزء ده ان احنا بنبقى حاطين مكبس وبعرف ان الغاز تمدد من الحركه بتاعت المكبس بتاعي، لو هو اتحرك الى اعلى يبقى كده حصل اكسبانشن، لو لاسفل يبقى حصل كونتراكشن. واضح؟ يبقى في حاله الكونتراكشن الشغل اتبذل من السراوندنج السيستم، من السراوندنج للسيستم، يبقى دبليو لازم اشارتها تبقى ايه؟ موجب. وعشان الاشاره تبقى موجب لازم الدلتا في الحجم اقل، يعني في انيشال اكبر من في فاينل، يبقى لازم دي تبقى اشارتها ايه؟ سالبه. فلما اضرب ناقص في ناقص تطلع موجب. خلاص؟ انا بعوض عن الفي السالب ما بشيلش السالب قدام الفي، صح؟ لا ما بشيلهاش، بخليها الايكويشن بتاعتي دبليو لما اسال دبليو بتساوي ايه؟ محدش يقول لي بي دلتا في، دبليو بتساوي ايه؟ سالب بي دلتا في. طيب ده في حاله ايه؟ في حاله ما يكون طالب مني الشغل. اوكي؟ مش هحط اي اشاره. وهي هتطلع معاك زي المساله ما بتقول، انت بتتحقق من الاجابه. والله قال لك في المساله حصل اكسبانشن يبقى دبليو طلعت معاك سالبه يبقى اجابتك صح. كونتراكشن وطلعت موجبه يبقى اجابتك صح. لكن لو هو في المساله قال لي حصل اكسبانشن، خلاص حصل اكسبانشن والدبليو قيمتها كذا، مديني قيمه عدديه، لما يقول لي قيمه عدديه
وحصل اكسبانشن لازم احطها في الاشاره بتاعتها. واضح؟ يبقى ناقص 50 مثلا بتساوي ناقص بي في دلتا في. وليكن عايز دلتا في، انت هتتوقع ان دلتا في لما يحصل اكسبانشن تطلع باشاره موجبه ولا سالبه؟ لازم موجبه. يبقى لازم احط بقى لو قالها لو قالت دبليو او نيويورك كقيمه عدديه لازم احطها باشارتها. حصل اكسبانشن تبقى احطها بالسالب، حصل كونتراكشن احطها بالموجب. خلاص عشان تظبط لي اشاره الدلتا في. هنا الدلتا في لازم تطلع بالموجب، يبقى الاشاره السالبه الناحيه دي هتروح على هنا وساعتها دلتا في تطلع باشاره موجبه، يبقى فعلا حصل ايه؟ اكسبانشن. يبقى احدد اشاره الدبليو والفي والدلتا في بناء على ايه؟ بناء على سوري الدلتا اي تساوي كيو زائد دبليو. يبقى بحدد الاشاره بناء على حصل اكسبانشن او كونتراكشن او ذا بيستون موف ابورد. يبقى البيستون لو ارتفع لاعلى يبقى معنى الكلام ده يبقى دبليو اشارتها ايه؟ سالب. لكن لو حصل كونتراكشن يبقى الشغل اتبذل من السراوند بتاع السيستم يبقى الاشاره ايه؟ الاشاره ايه؟ موجب. خلاص؟ يبقى دول الحاجتين اللي هيحددوا لي اشاره الدبليو، وبناء عليها اعوض في الايكويشن دلتا اي تساوي كيو زائد دبليو علشان اجيب قيمه ايه؟ في بعض المسائل في مسائل الشيت كان بيقول لي مثلا دلتا اي انكريز، لما يقول لي انكريز يبقى اشارتها تتحط موجبه، لما يقول لي ديكريز تتحط الاشاره سالب. تاني بقول بحدد التفاعل انتوسيرمك ولا اكسوسيرمك بناء على اشاره الكيو مش الدلتا اي طالما بطبق في الفيرست لو سيرمو زينا. التو كويشنز اللي موجودين قدامكم دول ممكن تيجي فيهم مساله مركبه، يعني انتوا هيجي لكم الامتحان اختيارات ام سي كيو، فممكن مثلا ادي لك ايه؟ ادي لك الدلتا اي والكيو ماشي؟ وابقى طالبه منك الدلتا في مثلا، يبقى لازم الاول اعمل ايه؟ او العكس، او مديالك ايه؟ البي والدلتا في وعايز احسب الدلتا اي مديالك الكيو، يبقى اجيب الاول الدبليو وممكن احط لك المساله على خطوتين في الاختيارات، ادي لك مساله انك هتحسب الدبليو واقول لك فروم كويشن 1 او كويشن 2 يعني بالاجابه اللي طلعتها من المساله دي كالكوليت دلتا اي اف ذا هيت ابزوربت او هيت ريليس عشان ساعتك تحط الاشاره موجبه ولا سالبه از ايكوال كذا. يبقى ممكن احط لك المساله على خطوتين وبرده في اختيارات، مش هقول لك بقى كالكوليت يعني هقول لك دبليو طلعت مثلا اخترت الاجابه. طيب وين دبليو او يعني في الخطوه من المساله اللي فاتت دلتا اي تساوي كذا وكيو تساوي كذا ودبليو تساوي طبعا مش هقول لك دبليو كام هقول لك استخدمها من المساله اللي فاتت احسب مثلا الدلتا اي او احسب الكيو مش هتحسبها اختار الدلتا اي او كيو في الحاله دي هتبقى كام وهكذا. يعني المسائل حتى ممكن تتحط عادي في الام سي كيو مفيش اي مشكله. بعد كده المحاضرة اللي بعد كده كانت عن الهيت انسلب، دي كانت أول محاضرة بنهاية البي في وورك، دي كانت أول محاضرة. تاني محاضرة خدنا الانسلب. وعرفنا إن الانسلب دي مرموز لها بالرمز اتش وهي عبارة عن مجموع الـ E زائد حاصل ضرب الـ B في الـ V. لو أنا عايزة أجيب التغير في الـ Insulbi اللي هو سميناها إيه؟ دلتا H اللي هي Change in Insulbi، يبقى دلتا H يساوي دلتا E باعتبار إن هنا الـ Work ده Constant Pressure زائد B دلتا. طبعا احنا خدنا ان الدبليو بتساوي ناقص دلتا في، فهنا هغير هقول دلتا اتش بتساوي
تساوي دلتا اي ها دبليو تساوي ناقص طيب يبقى هنا دلتا اي تساوي دلتا اتش زائد دبليو دلتا اي تساوي كيو زائد دبليو دلتا اتش تساوي اي خلاص. طيب الايكويشن دي من الايكويشن دي هستنتج ايه؟ كيو زائد دلتا اتش يبقى دلتا اتش تساوي كيو وهرمزها بي لان التفاعل بتاعي قال بريشر يبقى بقول دلتا اتش تساوي كيو بي كونستانت بريشر. طيب لو انا في المعادله دي دلتا اتش تساوي دلتا اي تساوي دلتا اتش زائد دبليو لو انا اعتبرت ان التفاعل بتاعي كونستانت فوليوم يبقى في الحاله دي هقول ايه دلتا اي يعني ايه دلتا كونستانت فوليوم يعني بي دلتا بي دي كلها بكام بصفر يبقى كونستانت فوليوم دلتا اي تساوي يو ولما وصلنا للك... انت لو ما بطلتش تحت هخرجك انت واللي جنبك. انا الاول قلت لك اقعد كويس انت مش قاعد في الكافيه ادخل لجوه واقعد كويس انت اصلا معالج ولا عشان كده بقى مش حابب اسحب الحاضر يعني كويس لما اقول بقى الجروبس يخرجوا وبتوع معانا تساوي يو بي قلنا في التفاعلات الكيميائية لو تحتوي على سوليد أو ليكويد فبالتالي الحجم بتاعها بيبقى حجم صغير جدا ممكن إن أنا أتجاهل إنما في حالة الجاسس التغير في الحجم بيبقى كبير وبالتالي مش هقدر أتجاهل الحجم ده. فقلنا بنطبق القانون العام للجاذب دي في دي لو التفاعل بتاعي في جاذب دي في تساوي ان ار تي لو هجيب التغير في الايكويشن دي الايكويشن دي هتاخدها الاسبوع اللي جاي مع الدكتور محمد مجدي الاسبوع اللي جاي هنبدل لسه ما عرفتوش المعلومه دي يعني بس طبعا المحاضره اللي هتاخدوها دي الجديده في التبديل مش داخله في هاجي في الايكويشن دي وهقول دلتا اي واشيل بي دلتا بي زائد دلتا ان ار تي. المسائل اللي بتيجي على الجزئيه دي يا اما بيطلب منك الدلتا اتش بمعلوميه الدلتا اي او العكس. فلو هو مدي قيمة الشغل اللي هي البي دلتا في خلاص سهل انك انت تحسبها ولكن هو بيدي لك ايه؟ معادلة كيميائية حرارية لازم تكون موزونة واحنا كنا بناخد المثال بتاعنا CH4 زائد O2 يديني CO2 زائد H2O. ايه هي المعادلة الكيميائية الحرارية؟ هي عبارة عن معادلة كيميائية الدلتا اتش رقميتها بإشارتها موجودة على الطرف الأيسر من الطرف الأيمن من المعادلة بس كده. لا شرط تاني إن الفيزيكال ستيت اللي أنت بتسأل عليها تبقى موجودة في المعادلة. فمثلا هنا سي اتش 4 عندي جاز وأنا شروط المعادلة الكيميائية الحرارية إن هي تكون موزونة إن دلتا اتش تبقى موجودة بإشارتها رقميتها على الطرف الأيمن ان الفيزيكال ستيت لكل الرياكتنت والبرودكتس تبقى موجوده. فهنا ده جاز وده جاز والسي او 2 طبعا الميه ممكن تطلع جاز او ممكن تطلع ليكويد ما علينا خلاص. الحرف ده يعني جاز ال يعني ليكويد السوليد نحط اس تحت الايه الرياكتنت او البرودكت.
احنا كمعاد مش حافظين ولا فيزيكال ستيت لاي مرض، عشان انا مش عايزك تحفظها ولا عايزه بتوع الثانويه العامه يحفظوها، لان الفيزيكال ستيت هحطها لك انا في المعادله دي. تمام. خلاص انا بقول لك انت هتبقى مطالب انك تحسب دلتا اتش او دلتا اي بس. وزن المعادله بقى بنوصل دلوقتي، انا بحرق واحد مول من الميثان، واحد مول، يبقى انا مش هاجي ناحيه الوزن بتاع ده خالص، هوزن على اساسه. فهنا عندي كام كربون؟ والطرف ده؟ طيب هنا اتش 4 وهنا اجمع. طيب ادي الاكسجين عندي كام هنا اكسجين؟ وهنا احط هنا كام؟ عرفت الوزن؟ سهل. يمكن احط لك المعادله موزونه، بس انت لازم تراجع على الوزن بتاعها قبل ما تبدا حل، لان ممكن برضو بناء على ما خدت السيربوكيميكال ايكويشن ان انا احطها لك وانت توزن. خلاص؟ طيب هنا لو انا مساله زي دي، معادله زي دي، وبيقول لي ايه؟ احسب الدلتا اتش لو انت عرفت مثلا، او احسب الدلتا اي لو انت عرفت ان الدلتا اتش ناقص 800 90 كيلو جول، الوحده بتاعت الانرجي. خلاص بعمل ايه دلوقتي؟ هو مديني الدلتا اتش وعايز الدلتا تي. الدلتا تي لو انا عرفت الدلتا ال وعرفت الار وعرفت التي، سهل ان انا احسب الدلتا اتش معلوميه الدلتا اي، او العكس الدلتا اي معلوميه الدلتا اتش. فبعمل ايه بقى؟ نقول ان الدلتا ان هي نمبر مولز اوف جاسس in the product minus number of gases in the reactor. طيب هنا نحسب النمبر مول اوف جاسز، عندي كام؟ وهنا عندي كام؟ 3. يبقى 1 ناقص 3 سالب 2، يبقى انا هنا جبت خلاص الان طلعت بكام؟ ناقص 2. طيب عايز اجيب بقى الار، قلنا الار قيمها بتعتمد على اليونتس، فهي لو الوحدة الدلتا اي او دلتا اتش بتديها لي بالجول، يبقى هي بكام؟ 8.31 من 100 كيلو جول، يبقى بضرب 10 ناقص 3 بالكالوري بتساوي 2، بالكيلو كالوري 2.10 ناقص 3. درجة الحرارة لازم تبقى بالكلفن، فلو هو مديها لي 25 سلسيوس 2.375. خلاص؟ يبقى انا جبت ال وجبت ال R وجبت ال T، سهل ان انا احسب دلتا اتش بمعلومية دلتا اي او العكس. دي كده الجزء المحاضرة تقريبا التالتة. او قيمه الدلتا اتش تغير فيها بيعتمد على كميه الرياكتنت اللي دخلت في التفاعل. وقلت لك لو انا خدت واحد مول من الميثان هتطلع عندي القيمه مثلا بناقص 802 كيلو جول، لكن لو بدات ب 2 مول كاني ضربت المعادله في 2 يبقى طلعت 1604 او ناقص 1604. تاني رولز قلناها ان لو انا عكست المعادله بعكس إشارة الدلتا اتش، لكن قيمة الدلتا اتش مش هتتغير. تالت رولز قلنا إن كمية قيمة الدلتا اتش بتعتمد على الفيزيكال ستيت. ولقينا الكلام ده لو المية طلعت عندي في صورة جاز كانت قيمة الدلتا اتش في التفاعل هو سي اتش 4 زائد 2 او 2 يديني سي او 2 زائد 2 اتش 2 او جاز. طلعت قيمة الدلتا اتش بكام؟ ناقص 802، انتوا مش هتبقوا تحفظوش. أنا بس اللي بقول الأرقام لأن طبعًا تكرار المحاضرة، لكن أنت هتجيلك القيم، أنت تعرف بس الرول.
لكن لو خدت لو طلعت الميه في صوره ليكويد هلاقي ان القيمه طلعت بناقص 890. يبقى اذا دلتا اتش اعتمدت على الفيزيكال ستيت بتاع البروده اللي عندك. ممكن اول وثاني رولز ثاني وليه سبت الاثنين التانيين يعني اول والثاني؟ الاول ان دلتا اتش بتعتمد على الكميه اللي هاخدها من الرياكت. فانا لو خدت واحد مول من السي اتش 4 زائد 2 او 2 عشان يديني سي او 2 زائد 2 اتش 2 او خلاص طلعت دلتا اتش عندي ناقص 802 كيلو جول. طيب لو انا بدات ب 2 مول يعني ضربت المعادله دي في 2 يعني 2 سي اتش 4 بلس 4 او 2 هيديني 2 سي او 2 زائد 2 اتش 2 او 4 جاز كده خلاص كده خلاص هلاقي ان دلتا اتش بتطلع بكام؟ درجة 2 صح كده؟ يبقى اذا قيمة الدلتا اتش اعتمدت على الكمية بتاعت الرياكتنت اللي انا بدأت بيها. تاني رول لو انا عكست المعادلة دي يعني جبت ده الطرف ده وده الطرف ده خليت ده رياكتنت وده برودة بعد شهر الدلتا اتش لكن القيمة ما بتتغيرش. كان أهم رول فيهم اللي هو هيسلو ستيت زاب of the reaction is carried out in a series of steps, delta H will be equal to the sum of delta H for the individual steps. المسائل بتاعت الهسلو بتيجي ازاي؟ بيجيب لي ثلاث معادلات او معادلتين، واحد، اثنين، ثلاثة، كل واحدة مديني قيمة الدلتا H1، دلتا H2، دلتا H3. خلاص؟ المعادله اللي عايز يحسب ليها الدلتا اتش بسميها تارجت ايكويشن او معادله هدف. الهدف بتاعي اللي انا عايزه اوصل له. فبعمل ايه؟ ببتدي اخد المعادلات طريقه حل هيسلو، باخد المعادلات معادله معادله واشوف المعادله الاولى الرياكتنت اللي فيها في منه في التارجت ولا محتاجه المعادله لتغيير؟ ممكن اعكس المعادله عشان اوصل للايه؟ للتارجت ايكويشن. ممكن اضربها في 2، ممكن اقسمها على 2. اي تغيير بعمله في المعادله لازم اعمله في الدلتا اتش ما عدا عكس المعادله بغير الاشاره فقط. خلاص؟ اللي عملته في المعادله الاولى بعمله في الثانيه، بعمله في الثالثه، وبالتالي بعد ما اخلص اعمل عمليه السميشن. السميشن للمعادلات بعد التغيير لازم تطلع لي التارجت ايكويشن. واضح؟ طبعا يعني لو في متسع من الوقت كنا قلنا مثال بس اعتقد ان انتوا حليتوا. نعم. بلاها الدكتوره مش مشكله. يعني في الميد ترم ممكن يعني نتنازل شويه لكن في الفاينل طبعا لازم تنزل كله. هيسلو مفهوم المساله؟ تسقط بقى عشان دي محاضرة الاونلاين اللي الناس بتقول ما سمعناهاش وما شفناهاش. طب اخر واحدة وصلت الميتو فورميشن او الانسان بيو فورميشن. طبعا احنا في المحاضرات اتكلمنا فيها قلنا كلمه انسان يعني ايه؟ فلما يقول لي ليتو فورميشن يعني انسان بيو فورميشن. فلما يقول لي برضه ليتو فرياكشن او انسان بيو فرياكشن يبقى المقصود بيها كونستانت بريشر هي عباره عن الدلتا اتش. او يقول لي انسان بتشينج يبقى هي برضه دلتا اتش. يبقى انسان بيو فرياكشن او ليتو فرياكشن
او insulting change او change in insulting كله معناه detach. خلاص؟ طيب ايه بقى الهيت اوف فورميشن؟ بقول ان انا لو عندي تفاعل، التفاعل ده كان عباره عن تكوين واحد مول من المركب من العناصر الاوليه بتاعته، في الحاله دي بطلق على دلتا اتش المصاحبه لهذا التفاعل هيت اوف فورميشن او انسامبلي اوف فورميشن، وبرمز ده بالرمز دلتا اتش اف. بس طيب هيت اوف فورميشن يعني مثلا لو انا خدت السي زائد الاو 2 عشان يتكون عندي كربون دايوكسيد، نشوف الشروط دي تنطبق، فاقدر احط هنا جنب المعادله دي دلتا اتش اف ولا لا. الكون عندي واحد مول من الكربون دايوكسيد من العناصر الاوليه اللي هي الكربون والاكسجين. خلاص؟ طيب لو انا كونت واحد مول برضو من الكربون دايوكسيد بس خدت ايه؟ سي او كربون مونوكسيد زائد نص او 2. وتكون عندي برضو واحد مول من المركب اللي اسمه الكربون دايوكسيد. بس يتكون من السي او والاو 2 ودي مش العناصر الاوليه، العناصر الاوليه الكربون والاكسجين. يبقى ممكن هنا احط دلتا اتش اف لكن هنا ما ينفعش. خلاص؟ يبقى دلتا اتش بس. طيب لو انا عملت التفاعل بتاعي تحت ظروف قياسيه اللي هي تحت ضغط جو واحد اتموسفير ودرجه حراره 25 درجه مئويه، ففي الحاله دي بسمي الهيت اوف فورميشن ستاندرد هيت اوف فورميشن. يبقى بحط نوت، يبقى نوت دي بتعرفني ان التفاعل بتاعي ده كان عند درجه حراره 25 وعند واحد اتموسفير. طيب لو انا عايز اعرف بقى الستاندرد هيت اوف فورميشن مش الهيت اوف فورميشن، انا قلت الهيت اوف فورميشن ات از ذا رياكشن ذات فورم 1 مول اوف ذا كومباوند فروم اتس كونستنت 1 تو ال. لو زودت على التعريف ده اد 1 اتموسفير اند 25 درجه مئويه يبقى انا كده عرفت الستاندرد هيت اوف فورميشن. طيب الستاندرد هيت اوف رياكشن بقى يعني انا هنا دلوقتي ده حرارة تكوين، لكن لو انا عندي مثلا نفس المعادله اللي احنا بنتكلم عنها CH4 زائد O2 اديني CO2 زائد 2 H2O. خلاص؟ الليكويد كل واحد في الرياكتنت والبرودكت ليه حراره تكوين، صح كده؟ يعني ممكن اكون الكربون مع الهيدروجين عشان يكون لي الميثان، يعني لما اخد سي بلس 2 اتش 2 يديني سي اتش 4 يبقى دي حراره تكوين. طيب هل ممكن اكون السي او 2؟ اه ممكن اكون السي او 2 ازاي؟ كربون مع اكسجين يديني كربون دايوكسيد من العناصر الاوليه. طيب الميه، الميه اتش 2 بلس او 2 اتش 2 اتش 2 زائد نص O2 اديني H2O. يبقى انا كده كونت الميه من العناصر الاوليه بتاعتها. خلاص؟ يبقى كل مركب عندي هنا ليه هيت اوف فورميشن، لكن التفاعل ككل ليه انسالبي اوف رياكشن. طيب يبقى لو التفاعل بتاعي ده ساعات بنكتبها ايه؟ ار سي ايه. خلاص يبقى دي ايه؟ التفاعل معناها التفاعل. طيب لو التفاعل بتاعي ده كان عند درجه حراره 25 درجه مئويه وعند واحد اتموسفير، يعني كل الرياكتنت وكل البرودكت ات ستاندرد ستيت، يبقى في الحاله دي بسمي التفاعل ستاندرد هيت اوف رياكشن او ستاندرد انسالبي اوف رياكشن. خلاص؟ ايه هو بقى الستاندرد هيت اوف رياكشن؟ It is a reaction when all product and reactant are in standard state. يعني في الايه؟ في الحالة القياسية are in standard state. طيب عايزين نعرف بقى ازاي اقدر من معلومية الهيت انفورميشن اللي هي القيم هتلاقيها موجودة عندك في جدول في الكتاب، اقدر احسب الهيت اوف رياكشن. طبعا انا كنت حطيت معادله وشرح
الشرح اللي هو في المحاضرة اللي هي اونلاين. لا ننزل. في حد هنا تعبان عنده؟ حد عارف؟ محدش عارف. انا عارف هو مش... لو عارف مش هيجي. ربنا برضو. طب اعمل حساب الناس الكبيرة يعني. مبقاش لوحده بس. دكتور تراوش من عادي مش كل طيب حد نعيد تاني الجزء اللي قلناه فوق بسرعة كده. قلنا ايه؟ الهيت اوف فورميشن او السلفي اوف فورميشن. ايه هو الهيت اوف فورميشن؟ قلنا لو الكون عندي واخد مول من المركب من العناصر الاولية، ففي الحالة دي دلتا اتش بتاعة التفاعل ده بطلق عليها هيت اوف فورميشن اور السلفي اوف فورميشن، وبرمز لها بالرمز دلتا اتش. اف حيث السبسكريبت اف دي بتشير ان التفاعل ده عبارة عن تكوين واحد مول من المركب من العناصر الاولية. خلاص؟ طيب بقول لو التفاعل ده كان عن درجة حرارة 25 درجة مئوية وعن واحد اتموسفير، ساعتها بقول عليه ستاندرد هيت فورميشن، وبحط هنا نوت، يبقى نوت دي بتشير الى ان التفاعل ات ستاندرد ستيت. والستاندرد ستيت بتاع اي اليمنت عندي هو عباره عن البيور فورم، الشكل النقي بتاعه. طيب لو في عندي اكتر من شكل، ففي الحاله دي بختار الاليمنت اللي هو مور ستيبل، اكثر ثباتا. فمثلا لو انا عايزه اكون واحد مول من السي 2، سي 2 اتش 5 او اتش، ده عباره عن رمز الايثانول او الايثايل الكحول. الايثايل الكحول اللي بنستخدمه دلوقتي عشان الكروم، سي 2 اتش 5 او اتش ايثايل الكحول. خلاص؟ ايه العناصر الأولية اللي بتكون منها؟ كربون وأكسجين وهيدروجين، صح كده؟ طيب بقول إن الكربون عندي فيه أكتر من صورة، يعني الكربون زي ما احنا عارفين فيه عندي الجرافيت وفيه الدايموند، دي أشكال الكربون. فبستخدم مثلا الجرافيت هنا لأنه أكثر ثباتا، يعني الكربون في صورة جرافيت ودايموند الاثنين في صورة نقية، لكن ده أكثر ثباتا. بستخدم مثلا الأكسجين O2، ما بستخدمش الـ O3، وبستخدم الهيدروجين اللي هو الـ H2. يبقى هنا عايز أكون، عشان اللي كان بيسألني C2H5OH، اللي كان بيسألني بيقول لي في هسلو، أنا بشرح الحتة دي دلوقتي عشان هو سألني وإحنا فوق، قلت له لما ننزل هشرحها لك. في بعض مسائل في هسلو ما ادتلكش التارجت إيكويشن، خلاص؟ لكن إيه؟ ادتلك معلومات بتقول لك إيه؟ ذا فورميشن. يعني مثلا لما اقول لك ايه، احسب دلتا اتش فور ذا فورميشن اوف 1 مول اوف ايثانول. طيب انا خدت الهيت اوف فورميشن النهارده، عرفت التعريف بتاعها هو عباره عن ايه؟ تكوين واحد مول من المركب من العناصر الاوليه. يبقى انا احط المركب بتاعي اللي هو بيقول لي هات دلتا اتش للتفاعل ده، واشوف ايه هي الاليمنت الاساسيه اللي بتكون منه. بيتكون من ايه؟ كربون واكسجين وهيدروجين. بس لازم طبعا المعادله بتاعتي تبقى ايه؟ موزونه. طيب هنا عندي كام كربون؟ اثنين. يبقى احط هنا كام؟ اثنين. ده عيب بقى السبوره. طيب وهنا الاكسجين واحد، يبقى احط ايه؟ نص. والهيدروجين عندي كام؟ ستة. وبحط هنا كام؟ ثلاثة. صعبة؟ لا. يبقى أنا كده كونت المعادلة، هو ما ادانيش المعادلة دي،
انما الثاني بيقول لي ايه؟ احسب دلتا اتش من المعادلات الاتيه لتكوين واحد مول الهيتو فورميشن. معنى هيتو فورميشن يعني ايه؟ يعني كانه بيقول لي اكتب معادله تكوين واحد مول من الايثانول. خلاص؟ يبقى انا كده عرفت ازاي اكون التارجت ايكويشن، لان في مسالتين في اسلو. طب لو قال لي ديكومبوزيشن، الديكومبوزيشن عكس ايه؟ الفورميشن، دي تكوين ودي ايه؟ تفكك. خلاص؟ يبقى الديكومبوزيشن هتبقى عباره عن ايه؟ احط الاليمنت بتاعي ده اعكس المعادله، كاني هعكس المعادله، احط الاليمنت بتاعي ده وابتدي افككه للعناصر بتاعته، فتطلع عندي 2 سي زائد نص او 2 زائد 3 اتش 2، وساعتها دلتا اتش بتاعه التفكك هتبقى باشاره مخالفه لايه؟ معادله التكوين. واضح؟ طيب عرفنا الستاندرد هيت اوف فورميشن والستاندرد بقى هيت اوف رياكشن. قلنا هي الرياكشن اللي هي عباره عن كل الرياكتنت والبرودكت عندي ات زير ستاندرد ستيت. يعني زي ما قلنا لو انا خدت مثلا سي 2 اتش 5 ده سي 2 اتش 5 او اتش زائد O2، واتفقنا ان ناتج احتراق المواد العضوية كربون دايوكسيد زائد مية. خلاص؟ عايزة اجيب دلتا اتش نوت للتفاعل ده بمعلومية الهيت اوف فورميشن او الستاندرد هيت اوف فورميشن للرياكتنت والبرودكت اللي عندي. انا كنت شرحت في المحاضرة هي كانت اونلاين دي ازاي نوصل للايكويشن دي. طبعا عشان دي الوقت مش هنقول الايكويشن على طول، عشان احسب دلتا اتش نوت للرياكشن هتبقى عباره عن مجموع دلتا اتش نوت فورميشن مضروبه في ان لكل البرودكت ناقص مجموع دلتا اتش نوت فورميشن مضروبه في ان للرياكتنت. ما ننساش حاجه مهمه جدا، ان اي اليمنت عندي موجود في الستاندرد ستيت في نفس الصوره بتاعته دي، هو موجود في صوره O2 مش محتاج لمعادله تكوين، وبالتالي اي اليمنت عندي اكسجين هيدروجين نيتروجين كبر منجنيز زنك بعتبر ان حراره تكوينه بتساوي صفر. يبقى لما اجي اعوض في الايكويشن بعوض عن حراره التكوين لاي اليمنت عندي بان قيمتها بتساوي صفر. طيب المعادله بتجيني في صوره المعادله دي مثلا، خلاص؟ ومديني حراره التكوين، عايز لا اللي هي دي، هيديني ايه؟ هيديني حراره تكوين C2H5OH. ممكن نطلعها مثلا من الكتاب عشان نعوض كده فتبقى المسألة واضحة بالنسبة لي. القيم دي طبعا موجودة في الجدول عندي، الجدول ده حاطط لي كل القيم بتاعة الهيت اوف فورميشن. فلو في حد معاه الكتاب كده يبص، هو للأسف مش حاطط CH3OH C2H6 مش حاطط C2H5. لا موجود اهو، ده الميثانول مش حاطط الميثانول. طيب بيجي كام يا دكتور؟ نعم بيجي كام؟ لا مش معايا الصفحه. 125 هو الجدول ده احنا مطبقين بيه؟ لا مش هتحفظوا، القيم هتجيلك. القيم هتجيلك. طيب هي ممكن ناخد معادله تاني مفيش مشكله. هي الدلتا اتش نوت فورميشن هو جايبها في الجزء بتاع الشرح، هي ناقص 277.7. يبقى بعمل كده احط القيم عندي. H5OH دلتا H نوت فورميشن بتاعتها
بتساوي ناقص 277 7 من 10 في وجود الهيت فورميشن للميه مثلا لو هي طلعت في صوره ليكويد كانت ناقص 285 و 8 من 10 لو انا ايه الميه هنا طلعت في صوره ليكويد وهنا جاز مثلا يعني هنا جاز وهنا طبعا ليكويد. طيب يبقى دلتا اتش نوت فورميشن من اتش تو او ناقص 285 خلاص يستحسن لما تجيلك القيم في المسألة هتبقى مكتوبة بشكل رأسي او يقول لك دلتا اتش فورميشن للكربون دايوكسيد والايثانول والميه كذا وكذا وكذا ريسبكتيفلي ساعتها انت هتعمل ايه هتبتدي تاخد كل قيمه عشان تعوض بيها في المساله لو انت نقلت رقم غلط هتطلع المساله غلط فيستحسن انك تحط القيم كلها كده تحت بعض عشان تعرف تعوض وتطلع المساله صح خلاص بعمل ايه بقى ده يعني انا حطيتها كده لكن خلاص مفيش مشكله هنحط الميه فيبر يبقى ساعتها هتعوض عن قيمتها بناقص 241 خلاص هي زي ما هقول لك المساله طبعا انت ايه طلعنا بمثال كمثال سريع كده بعمل ايه بقى؟ اولا لازم اتاكد من المعادله بتاعتي موزونه، هل المعادله كده موزونه؟ ها؟ احط هنا 2 عشان عندي سي 2 طيب اجي للاتش عندي كام؟ 6 وهنا عندي كام؟ هحط 3 اصبر بقى الاكسجين اخر حاجه 3 اكسجين و2 في 2 بكام؟ 7 وهنا O2 يبقى 7 على 2 طبعا هنا مش هتفرق معايا الكسر ده لان انا لما هاجي اعوض هعوض عن قيمه الهيت فورميشن بتاعته بالست بعمل ايه بقى عشان اجيب دلتا اتش للتساعد ده؟ بجمع الهيت فورميشن للبرودكت بعد ما اضرب الهيت فورميشن هو عباره من التعريف بتاعه ل 1 مول وبالتالي لو في اكتر من مول عندي طلع في البرودكت لازم اضرب في العدد لان القيمه اللي هو مديها لي دي كام مول؟ 1 انا عندي هنا كام؟ 2 يبقى بضرب 2 في قيمه الهيت فورميشن للكربون دايوكسيد واجمع عليها 3 في قيمة الهيت فورميشن للمية واطرح منها قيمة الهيت فورميشن للبرودكت للرياكتر اللي هي ناقص 277 زائد 0 لأن الأكسجين معوض عنه بصفر كده بجيب قيمة الهيت فورميشن الهيت ستاندرد هيت اوف رياكشن يبقى هنا أنا استخدمت الهيت فورميشن في إن أنا أحسب الستاندرد هيت اوف طيب لو انا مثلا كان في المعادله دي طالب مني العكس بقى ان هو مديني قيمه الستاندرد هيت اوف رياكشن اللي هي دلتا اتش للتفاعل هتطلع عندك قيمه بالجول طيب نفترض ان هو كان مديني القيمه دي في المساله وطالب الهيت اوف فورميشن مثلا للكربون دايوكسيد او للميه بعوض في الايكويشن دي عادي وبضرب برضه في النمبر اوف مولز يعني هقول ايه زائد 2 في الهيت اوف فورميشن للسي او 2
ساعتها الهيت اوف فورميشن اللي هتطلع عندك هتبقى الكام مول؟ وانا عايزه اجيب الهيت اوف فورميشن للكربون دايوكسيد من التعريف اللي هو كام؟ يبقى ساعتها اقسم على كام؟ على 2. واضح؟ يبقى افكار المسائل يا اما هيديني الهيت اوف فورميشن لكل الرياكتنت لكل البرودكت ويبقى طالب الهيت اوف رياكشن، او يديني الهيت اوف رياكشن ويبقى طالب الهيت اوف فورميشن لاحد البرودكت او احد الرياكتنت. بعد ما عرفت الهيت اوف فورميشن ممكن نعمل نكون معادله كيميائيه اللي هي تعتبر التارجت ايكويشن لو في مساله هيسلو زي ما قلنا، ونبتدي نحل المساله. يعني انت لو كونت المعادله بعد كده من المعادلات اللي مديها لك هتبتدي تحل هيسلو بحيث انك توصل للتارجت ايكويشن، تعمل عمليه السميشن تقدر تجيب الدلتا اتش باستخدام هيسلو. واضح؟ طيب المعادله مش موزونه. الجزء الثاني كان البوند السلبي، وقلنا البوند السلبي هي عباره عن دلتا اتش ويل 1 مول اوف ذا بوند از بروكن. لو عندي 1 مول في الجاسوس ستيت حصل له تكسير، ففي الحاله دي بقول على التعريف بتاعها هي عباره عن بوند السلبي. نفس فكره الهيت اوف فورميشن، قيم البوند السلبي للبوند اللي حصل لها بروكن والبوند اللي حصل لها فورمت في التفاعل بنقدر نحسب من خلالهم دلتا اتش. بس في الاول عايزين نعرف، كنا بنقول ان في بعض التفاعلات زي ما انت شفت كده بتلاقي دلتا اتش محطوطه جنب المعادله بقيمه موجبه، واحيانا تطلع دلتا اتش بقيمه عاليه سالبه. السبب في كده ايه؟ البروبرت اللي هي في الموجوده في المولوكيال دي اللي هي بسميها البوند السلبي، نتيجه لان في بوند بيحصل لها بروكن في الرياكتنت وبوند بيحصل لها فورمنج في الايه في البرودكت. يعني اي تفاعل كيميائي بيحصل تكسير لبوند موجوده في الرياكتنت وتكوين لبوند في البرودكت، فبالتالي عملية فورم تكسير البوند دايما بتطلع عندي بإشارة موجبة. يبقى تكسير أي بوند عندي، يعني لو أنا خدت مثال اللي هو الـ H2 مثلا. زي الشجر والوتر يا دكتور؟ لا. جاس ستيت. في حالة الغاز. H2 مثلا. لو أنا عندي H2. هنا في كام بوند بين ال H وال H؟ 1 بوند، يعني تاني هعملها كده. خلاص؟ البوند دي لو حصل لها كسر هتديني 2 H أو H بلس H. خلاص؟ هتديني 2 H. في الحالة دي هلاقي إن دلتا H للعملية دي اللي هي بوند بروكن تطلع زائد 431، وهنا تطلع قيمة موجبة. بنفس الطريقة لو أنا خدت العملية العكسية اللي هي تكوين H زائد CL عشان يتكون عندي 1 مول من ال HCl، يبقى هنا اتكون بوند بين ال H وال CL في البرودكت، هلاقي إن دلتا H لعملية تكوين البوند دي طلعت بإشارة سالبة. يبقى معنى الكلام ده إيه؟ إن القيمة بتاعة الدلتا اتش في أي تفاعل بتعتمد على البوند السلبي، مين اللي هيطلع قيمته أعلى بإشارة موجبة ومين اللي أو قيمته أعلى بإشارة سالبة. فلو قيمة البوند السلبي للبوند فورمينج كقيمة سالبة طلعت أعلى من البوند السلبي للبوند بروكن اللي هي اشارتها موجبه، يبقى دلتا اتش هتطلع بقيمه سالبه، وساعتها اقول ان التفاعل بتاعي ده ايه؟ اكسوثيرمك رياكشن. لو حصل العكس بمعنى ان البوند السلبي للبوند بروكن هي اللي اعلى كقيمه موجبه عن القيمه السالبه للبوند اللي هي اتكونت، فبالتالي بتطلع دلتا اتش قيمتها موجبه باشاره
تطلع قيمتها موجبه وساعتها بقول اشارتها موجبه ساعتها بقول ايه ان التفاعل ده انزوم سيرميك رياكشن خلاص. طبعا انتوا تقروا التفصيل لكن بنوصل للسميشن وممكن نحل المثال اللي موجود في الشيت عشان نوضح البوند انسان. بنستنتج بقى ايه ان انا هعمل ايه؟ هعمل سميشن لكل البوند اللي حصل لها بروكن في الرياكتر خلاص؟ وحط قيم البوند انسان بتاعتها، طبعا اشارتها بتبقى موجبه. واجمع عليها البوند انسان بي بتاعت البوند ايه اللي اتكونت. بس دلتا اتش بتاعتها او البوند انسان بتاعتها بتبقى اشارتها سالبه. وكاني بطرح الاثنين من بعض. فتطلع عندي الاكويشن اللي هي دلتا اتش ديد رياكشن تساوي سبميشن لدلتا اتش او بول سلبي ديد رياكتر ناقص مجموع بوند انسلبي. احيانا بقول عليها بوند اني بوند انسلبي للبرودكت. لو انا بصيت للايكويشن دي والايكويشن بتاعه الهيت فورميشن خلاص هلاقي ايه؟ هلاقي ان هي نفس الفكره. هنا كنت بجمع الهيت فورميشن لكل البرودكت واطرح منهم الهيت اوف فورميشن لكل الرياكتر واضرب في النمبر اوف مولز. انا هنا هضرب في النمبر اوف بوندز، يعني لو في عندي اكتر من بوند البوند انسلبي لبوند واحده ال1 مول من البوند. فلو كان التفاعل بتاعي فيه اكتر من بوند يبقى هاخد القيمه واضربها في عدد البوند اللي حصل لها ايه؟ تكوين او حصل ليها تكسير او بروكن. لو انا بصيت للايكويشن دي وبصيت للايكويشن دي هلاقي ان هم عكس بعض. بمعنى ايه؟ بمعنى هنا ببدا بالسميشن بتاع الهيت اوف فورميشن للبرودكت الاول واطرح منها مجموع الهيت اوف فورميشن للرياكتر. هنا بجمع البوند السلبي للرياكتر في الاول وبطرح منها مجموع البوند السلبي للبرودكت. لما بناخد التو ايكويشنز دي في ناس بتلخبط، تيجي تعوض في هنا تحط الاول الرياكتر او العكس، تيجي هنا تحط هنا البوند السلبي للبرودكت. فنعرف الفرق بين الاثنين كويس عشان لما نيجي نعوض نشوف المساله على الهيت فورميشن ولا على البوند السلبي. واضح؟ نعم. هنحل مسائل حاضر. طيب. نشوف مثال محلول وبعدين هقول فكرة المسألة. طبعا في شرح بقى، يعني لو انت رجعت للمحاضرة اللي هي اونلاين هتلاقي ان احنا بنفترض ان التفاعل تم على خطوتين. خطوة ان انا بدي انرجي عشان البوند يحصل لها بروكن خلاص، وفي الحالة الثانية لما في بوند فعشان كده دلتا اتش بتطلع موجبة لان التفاعل يعتبر اندوثيرميك. انا بمد حرارة عشان البوند تتكسر. في عملية الفورمينج في بيطلع عندي حرارة ريليز انرجي خلاص. فبالتالي لو انا عملت سميشن للبوند انسلبي كل البوند اللي حصل لها بروكن وطرحت منهم البوند انسلبي للبوند اللي هي اتكونت في البرودكت اقدر احسب دلتا اتش للتكرار. طيب نشوف المثال الاول اللي هو انا شرحته في المحاضره 2 اتش 2. طب امسح بقى اقول من الناحيه الثانيه الكره الجديده دي. اتنين اتش 2 او حصل له تفكك، اتنين اتش 2 زائد او 2. Thank you.
هاخد نشوف انا لو انا جبت البوند السالبس ال اتش 2 او وضربتها في 2 لان انا عندي كام مول؟ 2 خلاص؟ والبوند السالبي لل اتش 2 والبوند السالبي للاو دبل بوند او هي بوند واحد فاحنا بنحسب عدد البوند عندي كام مول من البوند فهنا انا ممكن اكتب ال اتش 2 او ده ازاي؟ او اتش اتش ده كده كام مول من ال من ال اتش 2 او؟ واحد الواد مول ده فيه كام بوند من ال او اتش؟ 2 بس انا عندي كام مول من الميه؟ يعني كأني هعمل كده هيدروجين بوند خلاص؟ يبقى علشان اجيب البوند اللي موجوده في التو مولز دول من الميه اجيب قيمه البوند اللي هي اسمها او اتش واضربها بكام؟ باربعه يبقى هنا عشان اجيب دلتا اتش نوت للتفاعل هيبقى عباره عن مجموع الرياكتنت اللي هم كام؟ اربعه في قيمه الاو اتش بوند دي هيبقى مديها لك في المساله واضح؟ ناقص مجموع هنا الاتش دي كام بوند؟ واحدة وانا عندي كام؟ يعني ممكن اكتبها بالطريقة دي يبقى 2 في قيمة الاتش اتش بوند دي طبعا بنطلعها برضو انا مش هحط القيم لكن احطها كده عشان ايه؟ زائد الاو دبل بوند او هي ايه؟ قيمة واحدة يعني هي البوند مش او 2 يبقى فيه 2 لا ما دام مفيش هنا رقم يبقى هي بوند واحدة بس معروف ان البوند في الاكسجين دبل يبقى هي قيمة واحدة هطلع برضو القيمة دي من الجدول يبقى انا كده حسبت دلتا اتش نوت للتفاعل بنفس الطريقة لو اداني اتش 2 زائد اي 2 عشان يديني 2 اتش ار هجمع قيمة اتش اتش بوند من الجدول زائد اي بوند اي زائد اتش اي واضربها في 2 يبقى انا ايه ناقص مجموعهم يبقى كده هجيب دلتا اتش ممكن يسالك بقى بعد ما تحسب القيمه يقول لك التفاعل هنا اكسوثيرميك ولا اندوثيرميك وليه؟ هتقول كده التفاعل اكسوثيرميك عشان دلتا اتش طلعت بالسالب يبقى معنى كده ان البوند السلبي للبوند بروكن اعلى من البوند السلبي للبوند للبوند فورمت سوري اللي هي في البرودكت اللي هي بتطلع قيمتها سالبه اعلى من مجموع البوند السلبي للبوند بروكن يعني ايه؟ يعني دلتا اتش طلعت بقيمه سالبه لان قيمه السالب في المعادله اللي هو البوند السلبي للبرودكت اعلى بقيمه سالبه عن البوند السلبي للرياكتر بقيمه موجبه. واضح؟ طيب هقول بسرعه المثال العددي اللي هو في الشيت انا مش عارفه انتوا حليتوه ولا لا هو الشيت ده رقم 4 حليناه امثال اللي احنا نقلناه يعني في معادله سي اتش 4 هيديني سي سي ال 4
دي بتبقى فين؟ في الجلوبر. طبعاً ايه؟ ابقى عارفة ان قيمة البوند السلبي او البوند انرجي اللي بتديهاله في المسألة دي لواحد مول من البوند، فلو في اكتر من مول بضرب في العدد. فهنا بعمل ايه بقى؟ ببتدي احط كل رياكشن في برودكت عشان احسب عدد البوند اللي موجود. فهنا بحط الايه الكربون حواليها كام بوند من الاتش؟ أربعة. خلنا الكلام ده طبعا ايه نسمي زائد سي ال سي ال، في بوند بين السي ال والسي ال، بس انا عندي كام مول؟ أربعة. لازم اضرب في كام؟ أربعة. طبعا التيم هتبقى موجودة في المسألة. خلاص؟ هنا سي سي ال 4 احطها ازاي؟ سي سي ال سي ال سي ال سي ال. يبقى عندي هنا كام بوند من السي سي ال؟ تكتب يا صديقي. يبقى هنا 4 سي 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 ال. طيب زائد الاتش سي ال واحط كام؟ 4. يبقى باخد القيمة اللي موجودة عندي بتاعت البوند سي سي ال بس عندي 4 مول، اضرب 4. هنا اتش سي ال في بوند واحدة وهضرب 4. بنفس الطريقة هنا عندي كام بوند من الكربون هيدروجين؟ 4. يبقى 4 هضرب 4 في سي اتش بوند و4 في سي سي ال بوند، اطرح منهم مجموع حاصل ضرب 4 في سي سي ال بوند. طبعا كل القيم هنطلعها بالجدول او هتبقى موجوده في المساله لو هي جايه في الامتحان، زائد 4 في اتش سي ال بوند. يبقى المطلوب منك في البوند السلبي انك تعرف التعريف الديفينيشن بتاعه وتعرف ازاي تحل المسائل اللي عليه. طيب اخر حاجه خدناها ودي كانت الاسبوع عندكم ايه؟ دكتور. بقول ان انا زي ما انا اتكلمت كده في كل المحاضرات هتلاقوا ان احنا كنا بنعمل ايه؟ بنحسب دلتا اتش. مره حسبناها عن طريق فيرست رو ثيرموداينامك، فقلنا دلتا اي تساوي كيو في زائد دبليو، واحنا اثبتنا ان كيو في هي نفسها الدلتا اتش. يبقى ممكن احسب كيو في كاني حسبت الدلتا اتش عن طريق الفيرست رو ثيرموداينامك. بعد كده عرفنا ازاي نحسبها عن طريق الرولز. فانا لو عندي ثلاث معادلات كل معادله في الدلتا اتش بتاعه المعادله، ممكن المعادلات دي اغير فيها بحيث ان انا اوصل للمعادله الاساسيه، اجمع المعادلات واجمع قيم الدلتا اتش بعد التغيير، يبقى انا كده قدرت احسب دلتا اتش للتفاعل. ممكن بمعلوميه دلتا اي وعندي معادله عليكم السلام. خلص التليفون وهتعمل معه. بس كده؟ يلا. مش شوف ده كتير. سلام لله. هو كان عايز ايه بقى؟ تساوي دلتا اي زي دلتا ان ار تي. ممكن لو هو بيديني معادله كيميائيه حراريه موزونه فيها قيمة الدلتا اتش وعايز الدلتا اي او العكس. عن طريق المعادلة بقدر احسب الدلتا ان ار ليها قيم عرفنا من اليونت بتاعة الدلتا اتش او الدلتا اي. دلتا بعد كده بقدر احسب التي بالكلفن اللي هي درجة الحرارة بضيف فيها 273. يبقى دي طريقة تانية ممكن احسب منها الدلتا اتش. عرفنا النهارده ازاي احسب الدلتا اتش عن طريق الهيت اوف فورميشن اللي هي معلوميه الهيت اوف فورميشن للرياكتنت والبرودكت. اجمع الهيت اوف فورميشن لكل البرودكت، اطرح منها الهيت اوف فورميشن لكل الرياكتنت، بس لو في نمبر اوف مولز اضرب فيها لو هي موجوده في المعادله اللي هي بقول عليها الكوفيشنت العامل المشترك او الكوفيشنت اللي هو النمبر اوف مولز، اللي هو لو في 4 قبل ال CO2 قبل ال H2O في 2 لازم اضرب فيها، لان من تعريف الهيت اوف فورميشن هي قيمه الايه؟ حراره تكوين 1 مول، فلما يديني اكتر من مول لازم اضرب فيها. اخر حاجه قلنا البوند السلبي تسالني 6 اسئله.
2 دي مضروبه في البراكت ده اللي هي السمشن 2 سمشن 2 والبراكت اللي فيه الاتش بوند الاتش والاو بوند الاو بوند بتاع الاتش اتش اس اتش اتش لا دي بس دي بس اه لان دي المعادله دي اللي فيها اثنين لكن دي بوند واحده الاكسجين دبل بوند بس هي او دبل بوند او بس بوند واحده ليها قيمه واحده انا اخترت الاثنين في براكت واحد لا 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 خلاص بضرب اتش اتش يبقى احنا هنا كل المحاضرات اللي فاتت بنعرف ازاي نحسب الدلتا اتش بطرق مختلفه دلوقتي عايزين نعرف بقى ازاي نحسب الدلتا اتش عن طريق الكالوريمتر فكنا بنقول ان لو التفاعل بتاعي احضر سيكشن الكونستانت كبريشر يبقى في الحاله دي بستخدم الكافي كاب كالوريمتر لو هو كونستانت فوليوم بستخدم كالوريمتر اسمه بامب كالوري قبلها بقى عرفنا قلنا عشان لو انا قدرت احسب طبعا اي ماده عندي بتفاعل لما بتمتص حراره او يخرج اي ماده عندي يا جماعه يلا يعني ما احنا قلنا من الاول اللي عايز يقعد يقعد واللي عايز يمشي يمشي بنحسب دلتا اتش ازاي عن طريق استخدام الكالوريمتر عمليا بقى فبقول ان انا ممكن احسب دلتا اتش المصاحبه للتفاعل الكيميائي بان انا احسب كميه الحراره flows into or out of the reaction يعني كمية الحرارة ما يمتصها التفاعل أو هتخرج من التفاعل ممكن إن أنا أعرفها لو أنا عرفت كمية الحرارة دي ما هي دي دلتا اتش مش هي الكيو بي هي الدلتا اتش طيب الكيو بي بقى أو الكيو بي أقدر أحسبها إزاي؟ إن أنا أقدر أحسب الهيت فلوز ده عن طريق التمبريتشر تشينج ذا سبستانس بريديوس دلوقتي لما يكون عندي تفاعل وهديله حراره اكيد درجه حراره التفاعل هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد ولو التفاعل الماده اللي عندي في التفاعل طلعت حراره يبقى درجه حرارتها هتزيد ولا هتقل؟ هتقل يبقى اذا لو انا قدرت اعرف تغير في درجه الحراره اللي بيحصل في التفاعل ممكن من خلالها احسب الكيو بي والكيو بي هي نفسها الدلتا اتش يبقى انا كده كاني هعرف احسب الدلتا اتش. طيب عشان كده اتعرفنا على بعض التعريفات اللي هي كانت الهيت كاباسيتي دي رمزنا لها بالرمز سي وقلنا الهيت كاباسيتي هي the amount of energy required to raise the temperature of an object 1 degree centigrade. وقلنا العلاقه بين السي والكيو اللي انا عايز احسبها والدلتا تي هي عباره عن سي تساوي كيو على دلتا تي وبناء عليه قلنا ايه الوحده بتاعتها جول بير دجري سنتيجري لو انا عايز احسب الهيت كاباسيتي لماده تكون بيور فلازم استخدم كميه محدده من الماده فلو انا استخدمت 1 جرام من الماده وحسبت ليها الهيت كاباسيتي يبقى انا حسبت الاس اللي هي السبيسيفيك هيت كاباسيتي والسبيسيفيك هيت كاباسيتي بتساوي كيو على ايه على ال في دلتا تي والوحده بتاعتها جول بير جرام بدجري سنتيجريد خلاص طيب لو انا عايز احسب الهيت كاباسيتي لواحد مول هنا انا بقول لو عايز اجيب الكيو في الحاله دي يبقى كيو هتساوي سي في دلتا تي طيب لو انا عايزه اجيب الكيو هنا هتساوي اس في ام في دلتا تي وقلنا لو انا عايزه اعرف تعريف ادق للسبيسيفيك هيت كاباسيتي فهقول ان هي بتساوي ذا اماونت اوف هيت اماونت اوف انرجي امتى بقى الكيو هتساوي الاس لما الام بتبقى بواحد ودلتا تي تبقى بواحد وبناء عليه بعرف السبيسيفيك هيت كاباسيتي هي عباره عن ايه؟ ذا اماونت اوف انرجي ريكواير او نيسيسري وين 1 جرام اوف ذا سبستانس
when we use 1 gram of the substance and the change in temperature equal 1 degree centigrade. خلاص؟ طيب نفس الطريقة هعرف المول ايه هو السوري المولر هيت كاباسيتي. المولر هيت كاباسيتي amount of heat necessary to raise the temperature of 1 gram of substance 1 degree centigrade. المولر هيت كاباسيتي بنرمز لها بالرمز CM وقلنا هي عبارة عن Q على N في دلتا T والوحدة بتاعتها جول بير مول ديجري سنتيجريد وساعتها الكيو هتساوي سي ام في ان في دلتا تي. خلاص عايز اعرف الكيو السي ام بقول السي ام ذا اماونت اوف انرجي او ذا هيت نيسيسري تو ريز ذا تمبريتشر اوف 1 مول اوف ذا سبستانس 1 ديجري سنتيجريد. يعني احط ده ب 1 مول والدلتا تي ب 1 دجري سنتجريد ويبقى سي ام بتساوي الكيو. الكيو هي ايه؟ ذا اماونت اوف هيت نيسيسري كميه الحراره اللازمه لرفع درجه حراره 1 مول 1 درجه مئويه. اوجدنا علاقه بين السي ام والاس وقلنا ان المولكولار ويت بيساوي يساوي سي ام على اس. طبعا انتوا عارفين جبنا العلاقه دي منين؟ عارفين ولا اقولها تاني؟ مش عارفينش اقول؟ لا والله عارفين. عارفينها؟ هتساوي دول ببعض. خلاص؟ يبقى اس في ام في دلتا تي تساوي سي ام في ان في دلتا تي. دلتا تي ده باعتبار ان الكيو والدلتا تي متساويين. فدلتا تي هتطير مع دلتا تي يتبقى اس في ام.